نروح لدينا مدحت. مساء الخير، انا بسمع دكتور دينا كتير وبتتكلم عن الب مالتي فيت، كنت عاوزه اعرف ايه فوائده للجسم بشكل عام عشان عاوزه استخدمه ليا ولوالدتي. انا عندي 29 سنه ووالدتي عندها 63. هيبقى مناسب جدا الب مالتي فيت لو هي مثلا، هيبقى مناسب للنشاط جدا، هيبقى داعم جدا للمناعه لو بتنزل كتير. محتاجين جدا ان احنا ندعم مناعتنا لانه بيحتوي على كل الفيتامينات الخاصه بالمناعه، زي فيتامين سي، زي فيتامين سي، زي زنك، زي نحاس. الثلاثه دول داعمين للمناعه جدا، هيدعم لها قوي صحه الجلد وصحه البشره. لو هي بتعاني من جفاف في البشره، لو هي بتعاني من بشره شحبه، هيدعم لها البشره جدا. لو بتعاني من هالات سوداء، ما دام ما عنديش نقص في الحديد، ممكن يبقى عندي نقص في فيتامين بي 12، والب مالتي فيت بيحتوي على فيتامين بي 12، شعرها هيتحسن معاها جدا لانه بيحتوي على بيوتين، ضوافرها هتتحسن معاها لانه في بيوتين وكالسيوم وزنك، كل الحاجات دي داعمه جدا للضوافر، فالب مالتي فيت هيبقى كويس معاها جدا. بالنسبه لوالدتها هيبقى امن لو والدتها ماشيه على اي علاج، سواء علاج القلب او علاج السكر او الضغط، الب مالتي فيت لا يتعارض مع اي دواء، وهيحسن جدا لو هي عندها النشاط قليل. وبعدين خلي بالك السن الكبير شويه بيبقى عندهم شويه الامتصاص الاكل، امتصاص المواد الغنيه او المواد الغذائيه اللي فيها فيتامينات اقل اكيد، فلازم يعوضوا بمكملات غذائيه. يعني ما لهاش حل، يعني الام لازم تاخده كبسوله واحده في اليوم.